الطقس رائع اليوم، أكثر من رائع. عزيزتي تويلايت، أثق أنك متحمسة مثلي بشأن حفل الزفاف في كانترلوت. زفاف؟ سأتولى أنا المراسم، لكن سأكون شاكرة لك ولأصدقائك إذا ساعدتموني في الاستعدادات لهذه المناسبة. فلاتوشاي، ستتولين أنت وطيورك أمر الموسيقى. لا أصدق، هذا شرف كبير. بينكي باي، لا يوجد أحد أفضل منك في تنظيم هذه الألعاب. مرحبا. أبل جاك، أنت المسؤولة عن طعام الحفل. هذا شرف كبير لي. ريمبو داش، أكون شاكرة لك إذا أديت قوس قزح المنفجر بعد انتهاء العرس ومراسمه. رائع. راريتي، أنت مسؤولة عن تصميم فساتين العروسة ووصيفتها. تريد مني الأميرة سيلاستيا فستان زفاف؟ حفل زفاف في كانترلوت. أما أنت يا تويلايت، ستقومين بأهم دور من الأدوار، ستشرفين على أداء الجميع. أراكم قريباً. تحياتي، الأميرة سيليستيا. لكن لست أفهم، من الذي سيتزوج؟ انتظري، كان يجدر بي أن أعطيك هذه أولاً. تتشرف الأميرة سيليستيا بدعوتكم إلى حفل زفاف الأميرة مايموريكي دانزا و... شقيقي! يا مهرتي، يا مهرتي، مغامرات، لعب، مرح، قلب نقي، ستكون، فرح، هي الريتا، هي العمل، وهي تطفي وسع الأمل. الصداقة حب يسري على دواء. مهرتي الصغيرة. شقيقك سيتزوج، أهنئك يا تويلايت، هذا خبر صار. نعم، خبر صار، عرفته من دعوة حفل الزفاف. حفل الزفاف الجزء الأول. قطعة ورق. أشكرك يا شاينينغ إيرمور، أعني حقاً، لم يتمكن من أن يبلغني بنفسه. تويلايت، أريدك أن تعرفي أنني سأخذ قراراً هاماً سيغير كل شيء. لا يهم، سيصلك الخبر في دعوة. الأميرة مايا موريكا دانزا، من تكون هذه؟ تويلايت، هل أنت بخير؟ آسفة، لقد كنا أنا وأخي شاينينغ مقربين دوماً، موجودون مع بعض سوياً. أخي الأكبر، صديقي للأبد. قبل أن آتي إلى هنا وأتعلم أهمية الصداقة، كان شاينينغ إيرمر هو الصديق الوحيد لي في حياتي. عندما كنت صغيرة قضيت فترات طويلة وحدي بعيدا عن باقي المهور، أقرأ كتبي في هدوء، لم أتخيل أني سأحتاج إلى الصداقة كي أعرف السعادة. كان هناك مهر صديق لي، كان دائما يساعدني. أخي الأكبر، صديقي للأبد، مثل التوأم كنا معا في كل مكان. علمني اللعب بالطائرة أخي صديقي، لم نتشاجر مرة واحدة، كنا دائما معا، شارك الأحلام، واحدة منكم صديقاتك الرائعون.
أريد أن أقول يبدو أن شقيقك مهر مميز. هو مميز للغاية، لهذا السبب تم تعيينه قائد الحرس الملكي. دعيني أفهم الأمر، سنساعد في تنظيم حفل زفاف للأميرة على قائد الحرس الملكي؟ أعتقد هذا. يا خبر يا خبر يا خبر، قوس قزح المنفجر في حفل زفاف. هلا قلتن أفضل زفاف في العالم؟ أفضل زفاف في العالم. ستقمن بتنظيم حفل الزفاف الرائع، لكن أنا المسؤول عن حفل توديع العزوبية. لدي سؤال واحد، ماذا يعني هذا؟ لماذا أنت غاضبة؟ كنت أفكر في أخي شانجينغ منذ أن انتقلت إلى بونيفيل ونحن لا نرى بعضا كثيرا، والآن سيؤسس أسرة جديدة مع الأميرة مايا موري. لا أعرف ماذا، لن نرى بعضا مرة أخرى. لا يا فتاة، أنت شقيقته، سيجد وقتا لك. لم يجد الوقت كي يخبرني أنه سيتزوج. ما هذا العدد من الحراس؟ أعتقد أنها مجرد إجراءات أمنية، من يدري ماذا قد يفعل بعض المهور. والآن هيا، لدينا مهام كثيرة. وعليك تهنئة شقيقك الأكبر. نعم، أهنئه ثم أعبر له عن استيائي. أريد أن أتحدث إليك الآن. توايلي، اشتقت إليك يا فتاة، كيف كانت الرحلة؟ كيف لم تخبرني بنفسك عن زواجك هذا؟ أنا شقيقتك في النهاية. لست السبب، الأميرة سليستيا فرضت سرية تامة عن الأمر. ألم تري الحراس عند محطة القطار؟ نعم، هناك حفل زفاف كبير، ربما سمعت عنه. ليس للزفاف صلة بالأمر، هناك من وجه تهديدا لكانترلوت. لا نعرف من هو تحديدا، لكن طلبت مني الأميرة أن أقدم حماية إضافية. هذا يجب أن تري. يقع عبء حماية كانترلوت وأمنها على عاتقي وحدي. التركيز في هذه المهمة له الأولوية الأولى. حسناً حسناً، فهمت. لديك مهمة هامة وهي حماية كانترلوت بمجال قوة عجيبة لا مثيل لها، ولكن كيف لا تخبرني عن أمر مهم كهذا؟ ألم أعد مهمة بالنسبة لك؟ هي، أنت شقيقتي الصغرى وبالطبع مهمة بالنسبة لي، لكن سأتفهم إذا رفضت أن تكوني وصيفتي. تريدني أن أكون وصيفتك؟ حسناً، نعم، بكل سرور. لكن ما زلت غاضبة لأنك ستتزوج مهرة لا أعرفها. أين التقيت بتلك الأميرة مايا موري كادنزا؟ توايلي، الأميرة مايا موري كادنزا هي كادنز، جليستك السابقة. كادنزا؟ تقول كادنزا؟ أفضل جليسة صغار في تاريخ إيكوستيريا؟ أخبريني أنت، كانت جليستك؟ لا أصدق لا أصدق، كادنزا ليست فقط من ألطف المهور، ولكن إنها جميلة ورقيقة وحنون. إنني حقاً محظوظة أنك جليستي. أنا سعيدة الحظ يا تويلايت. أنت أميرة، أنا واحدة من أحد القرن. لست مجرد واحدة من أحد القرن. شعاع الشمس شعاع الشمس، طلع الصباح، هيا نسافر ثم نراح. سأذهب إلى صالون التجميل الآن. لن تذهب، دفعت ثمن هذا منذ فترة. أنصتي إلي، قلت لك أنصتي إلي. شكرا لك يا عزيزي. كم واحدة يمكنها أن تنشر الحب في كل مكان؟ أعرف واحدة فقط، وستصبح زوجتك. سيتزوجك دينزا، سيتزوجك دينزا. علي لم أقاطع شيئا مهما.
كادنزا. شعاع الشمس، شعاع الشمس، طلع الصباح، هيا نسقف معا ونمرح. ماذا تفعلين؟ كادنزا، هذه أنا تويلايت. أها، علي العودة إلى موقعي، لكن كادنز ستشرف على سير الأمور كلها معكن. أتحدث نيابة عني وعنها حين أقول نحن سعداء بوجودك معنا، أليس كذلك؟ بالتأكيد. حسناً، سندعك لمهامك. كعكة، تماماً. تمثال الثلج، أفضل مقبلات التفاح المقلي. تمام، أنا أيضاً، وأنت، وأنت. أهلاً أيتها الأميرة. رجاءً، ناديني الأميرة ميموري كادنزا. أهلاً أيتها الأميرة أموري كادنزا، هل جئت تشرفين على قائمة الطعام؟ بالفعل. لذيذة، لذيذة جداً جداً. حسناً، لما لا تأخذين القليل معك؟ أعرف كيف تكون العروس، لشدة انشغالها تنسى أن تأكل. هل رأيت ما فعلته؟ كان يجب أن ترى كيف تتحدث إلي. لا أعرف متى تغيرت، ولكنها تغيرت. حقاً، ناديني الأميرة ميموري كادنزا. هل ذكر أحد اسمي؟ أميرتي، دعيني أقول كم هو شرف لي أن ألعب هذا الدور في هذه المناسبة الهامة. أها، هل فستاني جاهز؟ نعم، بالطبع. أبذل قصارى جهدي منذ أن وليت المهمة، وأعتقد أنه سيعجبك كثيراً. كنت أريد المزيد من الخرز وذيلاً أطول. نعم، بالطبع، وهذه من ألوان مختلفة. أعتقد أنها رائعة. أنا أيضاً. ألوان جميلة، أصنعيها بألوان مختلفة. حقاً، لنغير اسمها إلى الأميرة صعبة الإرضاء. حسناً، لنرى، راجعنا كل الألعاب والرقصات. أعتقد أن الحفل سيكون رائعاً، ما رأيك؟ ممتاز، مناسب لعيد ميلاد طفلة صغيرة. شكراً لك. اهدأي يا شقيقتي، كالعادة سأحرس أثناء الليل. أعرف فيما تفكرون الآن، كادنزا هي أسوأ عروس في التاريخ. من؟ أنا؟ سبايك، هذا يخص الكعكة. تويلايت، ما هذا الذي تقولينه؟ كادنز جوهرة غالية. راريتي، إنها صعبة الإرضاء. بالطبع يا فتاة، ألا يجب أن تحصل على الأفضل يوم زفافها؟ أبل جاك، هل تعرفين أنها بعد أن أخبرتك أنها حقاً أحبت المقبلات ألقت بها في القمامة؟ لما ترغب في جرح مشاعري؟ لا، هي كانت فقط تخدعك وتنافقك. لقد رفعت صوتها على أحد الطيور ونحن نتضرب. رأيتم؟ فظة. لكن هو لم يحسن الغناء. بينكي باي، لابد أنك لاحظت كيف عملت. لا يهم. ريمبو داش، هل تتفقين معي؟ آسفة يا تواي، أنا مشغولة بالتدريب على قوس قزح المنفجر، ولم أنتبه لأسلوب العروس الفظ. الأميرة مقبلة على الزواج، أثق بأنها تشعر بالضغط وهذا يبرر سلوكها الفظ. أعتقد أن المبرر هو أنها مهرة شريرة ولا تستحق أن تعرف شانجينغ أرمون. ألا ترين أنك تريدين الاستحواذ على شقيقك؟ لا أريد الاستحواذ عليه، ولست أشعر بالغيرة من كادنزا. الجميع ممهر بسردادات الزفاف حيث لا يرون الحقيقة كما أراها. تويلي،
يبدو شقيقك وسيما، ما رأيك؟ ها، هل أنت بخير؟ يجب أن أتحدث، أرى أنك ترتكب. أوه، أهلا عزيزتي. لها أسلوب في مفاجأة الآخرين. هل يمكنني التحدث إليك الآن؟ سأذهب وأتحدث إليها. حسناً، عليك أن نتحدث. لا، أنصت إلي. لقد قلت لك من قبل لا ترتدي هذا. ورثته عن عمي الراحل. إذن؟ أرى أنني يجب أن أرتديه. هل تخالفني الرأي؟ أعتقد هذا. أوه عزيزي، هل أصبت بصدع مجدداً؟ تشعر بتحسن؟ ليست فظة ومزعجة فحسب، إنها شريرة للغاية. توايلايت، دعها تذهب. كانت تريد أن تخبرني أمراً هاماً. من الذي جاء؟ ابقي في الداخل يا توايلايت. شاينينج إيرمون في ورطة، عليكن المساعدة. ماذا تفعلين؟ هل تصدقين هذا؟ نحن وصفات الأميرة مي أموريكا دينز الجديدات. الوصفات الجديدات؟ ماذا حدث للوصفات القدامى؟ لم تخبرنا، لكن قالت إنها ستكون سعيدة جداً إذا حللنا محلهن. لقد بذلنا أقصى جهدنا في التنظيم. وأنت كنت ترتبين فيها؟ قلت لك إنها جوهرة. هل علي ارتداء هذا الفستان؟ لا يناسب مهرة مجنحة مثلي. سأرى ما العمل. أعرف، هذا أمر رائع. يبدو أنني سأتصرف وحدي. ممتاز يا فتيات، على مهل. وبعد ذلك ستدخل العروس. سألقي كلمتي ونبدأ مراسم الزواج. شاينينج آرمر، ستأخذ الخاتم من وصفتك. تقبلين؟ أقبل. هاي، هل رأى أحدكم توايلايت؟ أنا هنا، أنا لا أستطيع أن أنتظر أكثر من ذلك. ما قولك؟ آسف، لا أعرف لماذا تتصرف هكذا. من الأفضل أن نتجاهلها. عليك أن تنصت إلي. أخبريني، هل أنت بخير؟ أنا بخير. هل أنت متأكدة؟ أريد أن أقول شيئاً. إنها شريرة. أوه، يا خبر، ما هذا؟ ما هذا؟ عملت صديقاتي بفظاظة وأخفت وصفتها بطريقة مريبة. وليس هذا كل شيء، رأيتها تستعمل خدعة مع أخي، جعلت عينيه هكذا. لماذا تفعلين هذا بي؟ لأنك شريرة، شريرة، وإذا لم أمنعك ستدمرين حياة أخي. تعرفين لماذا كانت عيناي؟ لأنني منذ أن بدأت أطلق خدعة الحماية وأنا أصاب بصداع رهيب. كادنز تستعمل تلك الخدعة، تقوم بهذه الخدعة كي تعالجني، وقررت أن تستبدل وصفاتها لأنها اكتشفت أنهن يرغبن في حضور حفل الزفاف كي يلتقين بالعائلة الملكية. وإذا كانت قد عملت صديقاتك بأسلوب فظ، فهذا لأنني لم أكن هنا وكان عليها اتخاذ كل القرارات وحدها. أنا كنت أحاول. إنها متوترة للغاية لأنها تريد أن يكون يوم زفافها ممتازاً، وهو أمر من الواضح لا 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 يعنيك. وإذا سمحتي لي، علي الذهاب للاعتذار لعروسي. وانسي أن تكوني وصفتي. في الواقع لو كنت مكانك لما حضرت حفل الزفاف. هيا يا فتيات لنطمئن على الأميرة. أريد أن عليك التفكير في الذي فعلتيه. أظن أنني بلغت في الأمر. كان يمكنني أن أكسب شقيقة، ولكن خسرت أخي. كان أخي الأكبر صديقي،
أنا آسفة. ستأسفين. يتبع فلاتر شاي، أمل عبد الله، أبل جاك، وثام لي، راري، إنجي كمان، توايلايت سباركل، أميرة عامر، سبايك، حمدي عباس، رينبو داش، ناريمان نيازي، سكوتالو، أسماء عبد الحميد، سويتي بيل، إنجي كمان، أبل بلوم، أسماء عبد الحميد، تشيرلي، آية حمزة، جراني سميث، سهير البدراوي، بينكي باي، إنجي البستاني. النسخة العربية SDI ميديا، ترجمة داليا الصاوي، إخراج أحمد عبد الحميد.